قل لي، ما تقول في زيد بن علي؟ والله أعرفه كما أعرف نفسي، قائم الليلة صائم النهار، يصلي في نهاره ما شاء الله ما شاء الله، فإذا جن الليل عليه نام نومة خفيفة، ثم يصلي في جوف الليل ما شاء الله، ثم يقوم قائما على قدميه يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع له تبارك وتعالى، ويبكي بدموع جارية حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر سجد سجدة ثم يصلي الفجر، ثم يجلس للقراءة حتى يرتفع النهار، ثم يذهب لقضاء حوائجه، فإذا كان قريب الزوال أتى وجلس في مصلاه واشتغل بالتسبيح والتحميد، فإذا صار الزوال صلى الظهر وجلس، ثم يصلي العصر، ثم يشتغل بالقراءة ساعة ثم يسجد سجدة، فإذا غربت الشمس صلى المغرب والعشاء. كريم ابن كريم، بهي الطلع، غزير العلم.